مشاهدينا رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل. زي ما قلنا في البدايه النهارده معظم يومنا عن الاطفال، طبعا الاهتمام بالاطفال وكيفيه التواصل معاهم وان احنا ازاي ننمي مهاراتهم دي حاجه مهمه جدا، وكلنا يعني بنطمح لده، وكلنا في تربيه ولادنا نفسنا ان احنا نهتم بيهم وان احنا نطلعهم احسن حاجه في الدنيا. دلوقتي هبه امام مدربه المناهج التعليميه للاطفال عملت فكره جديده في الصيف وهي كامب سمر كامب للاطفال. هيبقى في حاجات كتير بتنمي مهارات الاطفال وفي حاجات كتير مبتكره والاطفال هيتبسطوا بيها جدا، ويعني هنشوف منها نعرف منها اكتر ايه اللي موجود في السمر كامب. اهلا بيكي يا هبه ومنورانا وفي نهارك سعيد. قولي يا هبه، قولي لنا فكره المخيم الصيفي اللي انت فكرتي فيها ده، الفكره جات لك منين وازاي ان انت قدرتي ان انت توصلي ان انت تعمليها؟ بس احنا اصلا اوريدي عاملين كراكلم بندرسه في المدارس، فاحنا الولاد اللي هم خلاص هياخدوا الاجازه، فاحنا فكرنا ان احنا نستغل ان احنا مش مضطرين ان احنا يكون معانا منهج معين نتعامل بيه، فعملت لهم كامب 10 ايام كل يوم منهم بمعدل شهر حاجات يتعلموها، ان هم الولاد يعني من كل يعني يوم كل 10 ايام هيبقى في مجموعه اطفال. قصدك لا يعني اليوم الواحد في الكامب ده بمعدل شهر كامل ان هم يتعلموا، لان كل حاجه فيه مختلفه خالص عن الحاجه الثانيه. فلقيت ان البيرنت كلهم كانوا اكسايتنج جدا، حاسين الموضوع حلو ومختلف، واحنا كمان بنشتغل عليه كويس جدا، ان شاء الله هيبقى حاجه حلوه باذن الله. يعني بنشتغل عليه بقى لنا شهرين ولسه لغايه دلوقتي كمان، فان شاء الله هيبقى حاجه مختلفه باذن الله. قولي لي هيتعمل فين وهيبقى من بدايه من يوم كام ليوم كام؟ بص احنا من يوم 15/5 ليوم 20 هنبتدي ان احنا خلاص نعمل كونفيرم مع الناس نهائي ان دول معانا، عشان نبقى عارفين عدد الناس اللي معانا في الكامب. هنبتدي من يوم 20 بالظبط علشان يكونوا الولاد اخذوا الاجازه، ويبتدوا طبعا ان هم يكونوا معانا. احنا اوريدي معانا دلوقتي خلاص الحمد لله مدارس وحضانات كتير معانا في الكامب، هدفنا منه ان احنا نطلع الولاد عارفين حاجات معينه في حياتهم او اسس يقدروا بعد كده يكملوا عليها حياتهم. قولي من سن كام لسن كام؟ احنا المفروض يكون 4 سنين، بس ساعات بيبقى في ولاد 3 سنين ونص شاطرين شويه فقبلناهم. يعني بتعملوا اختبارات للاطفال الاول قبل ما ينفعش عشان الكامب في حاجات يعني مش كله بيتفرجوا، في حاجات بايديهم ورش عمل، فصعب قوي ان انا ادخل طفل محتاج ان انا ادربه كتير قبليها، لان هو يوم فمش عندي مور تايم بقى ان انا اقعد اظبط معاه وكده. فعشان كده حبينا ان احنا الولاد اللي يكونوا موجودين يكونوا اوريدي نقدر نشتغل معاهم على طول، ان هم يفهموا الموضوع ويشتغلوا عليه. قولي لي مده الكامب 10 ايام، قولي لي ايه الخطط بتاعت كل يوم؟ تمام، احنا اول يوم في الكامب عاملين للاطفال يوم استكشافي عن الحيوانات، جايبين للاطفال 30 نوع انيمال مختلفين خالص، كل نوع جايبين المدرب بتاعه عشان يتكلم مع الاطفال عن الانيمال ده، مثلا فتره حياته قد ايه، عنده ايه اكتر حاجه بتميزه، ازاي تدريبه. يعني احنا جايبين مدربين مثلا من السيرك عشان الاسود، فهيكلموا هيكون في اسود حقيقيه. هيتكلموا مع الاطفال عن الاسد ده بيعيش قد ايه، بياكل ايه الفريسه اللي بيحبها، يتكلموا كده. فالولاد يبقوا عندهم، الولاد بيحبوا قوي الحاجات اللي فيها كده ان هم يتفرجوا. بعد ما هيخلصوا هيبتدوا ورك شوب معانا، نبتدي ان احنا نسال الاطفال على كل الحاجات اللي شافوها دي، جايبين لهم صقر وبومه وغزاله حاجات كده، فهم ياخدوا معلومات عن كل نوع انيمال. وفي حيوانات منهم احنا قاصدين ان احنا نعلم الاطفال منهم الصبر مثلا، نعلمهم طريقه صيدهم فبيستخدموا ايه الوسيله، فالولاد يبقى عندهم اكسبيرينس اولا في حياتهم، وبعدين يبقوا لما يروحوا جنينه الحيوانات او اي حاجه يبقوا عارفين النوع ده من الحيوانات. والاطفال طريقه يعني التواصل معاهم بالحيوانات بتبقى اسهل ما تشرح لهم على اي حاجه ثانيه. بالظبط، هم كانوا مبسوطين عشان شايفين الحاجه، وبعدين هيبتدوا يشتغلوا بايديهم. يعني فبيتهيالي ان شاء الله هيبقى يوم حلو جدا. ده اول يوم. ايه تاني؟ اليوم التاني عاملينه للاطفال، جايبين مهندسين من ماليزيا هيعلموا الاطفال ازاي تعمل لعبتك. يعني مثلا ازاي تعمل طياره، وازاي تعمل عربيه تحط لها المحرك الساوند سيستم بتاعها، لو انت عندك لعب ازاي تصلحها. فالولاد همنا جدا. هو كان عرض عليا الفكره بتاعته ان هو يكون معانا، ان هو مجرد هيشرح للاطفال اللعبه بتتعمل ازاي. فانا قلت لهم ممكن نزود عليها بس ان احنا نخلي كل طفل يعمل لعبته وهو ماشي، فيبقى هو كده مبسوط اكتر، او هيحس ان هو قدر المعلومه اللي عنده تبقى خلاص 100% يعني. اليوم الثالث عاملين للاطفال، ده اهم يوم بالنسبه لي انا،
عاملين للأطفال يوم اسمه اختياري، هدفي في اختياري. اليوم ده خلي الطفل يحدد هدفه من هو عنده 4 سنين. أنا جايبة لهم 15 وظيفة، كل وظيفة بالكاستيوم بتاعه بالتولز بتاعته. هيتكلم مع الأطفال عن وظيفتك وعن أنت إزاي تكون الوظيفة دي توصل لها إزاي، وإزاي التولز اللي بيستخدموها، وإيه نظرة المجتمع للوظيفة دي. يعني هيتكلم معاهم بشكل جنرال، وهو أصلا مش حد لابس كاستيوم، هو يعني جايبة طيار حقيقي، جايبة مضيفة حقيقية، جايبة عشان الولاد ومن هم صغيرين يختاروا الوظيفة اللي هم حابين يكونوا فيها. فهي دي برضو هتفرق جدا معاهم إن شاء الله. بعد ما يخلصوا هنديلهم كارنيه احنا عاملينه، ان هما دول في كليه كذا. الولد ده بعد ما يختار الوظيفه بتاعته، فالولد ده مثلا لو اختار انه يكون مهندس عشان يبقى عنده حافز لما يكبر، لما يكبر لو ربنا كرمه وان شاء الله دخل حقق هدفه، يكون دي ذكرى حلوه ان كان هدفه متحدد من عندنا يعني. طيب قولي لي، نشوف صور وبعدين نكمل كلامنا. طيب ده منتصر ينتصر، دي منظمه عاملة يعني دكتور محمد زعزوع هو اللي عاملها. عامل ايه؟ هو عامل ان الاطفال بيعملوهم توعية عن طريق ستوري اسمها منتصر ينتصر. الولد ده ازاي بينتصر على الالتهاب الرئوي والانيميا، بس بشكل مور فن للاطفال. اطفال تخرج من السيشن عارفة ان هي ايه الاكلات اللي لو اكلتها يبقى عندها صحتها كويسة، مناعتها قوية، حاجات كده كتير. فالولاد بيكونوا مبسوطين جدا. وهنا الاطفال بتعمل ايه؟ لا هنا 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 احنا كنا لسه بنحضر، هنا احنا اللي كنا بنشتغل ان احنا بنعمل لكل طفل فايل في الستوري. هنا كده ده سيشن من الحاجات بتاعتي، المفروض كان عن الانيمالز، ده زي يوم الانيمالز كده. هم مثلا بيعرفوا بيلعبوا معانا بقى، بيعرفوا الانيمال عنده ايه، ايه الحاجات اللي بتميزه، بيعيش فين، موطنه كمان فين. حتى في ولاد مثلا يقولوا ان الاسد يقدر، ان الزرافه لما يروح البيت بعد ما نخلص فيقول لبابا ان الزرافه تقدر تضرب الاسد، فبابا يقول له ازاي يعني فيقول له بقى الاجابات الصحيحه يعني. يقول له ان رجليها قويه بنسبه. فالولاد بيحكوا الكلام زي ما بيشوفوه. احنا بنعملها بشكل ستوري، بنعملها بالاول خالص قبل ما نبتدي بالحيوانات قبل الحقيقيه. قبل ما الحيوانات تيجي بتجيبوا لهم بيكون لابسين كوستيوم، والاسد بيحكي انه كان نايم 3 ايام لغايه ما جاع. فالولاد بيعرفوا ان الاسد بيجوع كل قد ايه، فبيعرفوا الفكره. دي تبع التوعيه برضو، ده تبع يوم التوعيه ان شاء الله. هيكون عن الاسنان، ازاي تغسل سنانك وازاي الطريقه الصحيحه ليها. فيها دكتور اسنان طبعا، دكاتره اسنان يعني كتير. ده ايه؟ بص دي كانت مور فن يعني، هم كانوا خلاص اتعلموا كل حاجه، فدي كانت حاجه فن ليهم يعني، ما كانتش حاجه تعليميه. ده يوم الحيوانات طبعا. بس ده كده على صغير، احنا يعني ده في مدرسه اعتقد، في حضانات، في نيرسري، حاجات كده، في حاجات بسيطه يعني. هنا كنا عاملين صيد للاطفال. كنا الاول خالص اتكلمنا، كنا جايبين لهم صياد واتكلم معاهم، معرفش الصور هتيجي ولا لا. اتكلم معاهم عن الصيد وعن ازاي بنصطاد وبنحط الطعم ازاي، والولاد بقوا متخيلين. طبعا عشان هم صغيرين شويه ما قدرناش نخليهم يروحوا مكان الكامب، ممكن نوديهم مكان يصطادوا فيه، لكن هنا احنا جبنا لهم السمك جوه بسين صغير. ده منتصر. دي اخر صوره معانا ولا لسه في صوره؟ ده برضو يوم الحيوانات. ايوه. قولي لي في ايه تاني بقى غير الحاجات اللي اتكلمنا فيها؟ احنا معانا حمايه. انا عايز اشكرهم جدا، المنظمه دي بتعمل حاجه كويسه جدا للاطفال. ده هيكون بتعمل يوم ايه؟ بتعلم الطفل، بتعمل سيشن مع الاطفال، بتعلمه ازاي يحمي نفسه من التحرش، عشان احنا دلوقتي طبعا يعني ربنا يكفيهم طبعا، اللي بنشوف كل حاجه وحشه طبعا. بقى في عدم مسؤوليه كبيره جدا، والاطفال كمان ما عندهمش توعيه لحاجه زي كده. فيا حبايبي ما بيكونوش فاهمين. فحلو اول سيشن بتاعها عباره عن ستوري وسونجز كده ولعب، هي ما بتجيبش سيره الموضوع ده خالص، عشان ما ينفعش. انا في مدرستي في طريقه التعليم للاطفال مش بحب خالص ان احنا نتكلم في حاجه دايركت كده مع الاطفال. فهو الحلو اللي عندها ان هي مش جايبه سيره الموضوع يعني خالص، يعني في بوينت معينه مثلا الاطفال ما تقدرش ما حدش يجي جنبها. بالظبط، بتعلمهم ان جسمهم غالي، ان دي حاجه بتاعتهم هم، ما حدش مش عارف. فالموضوع بيبقى مور فن ليهم، الاطفال بتكون مبسوطه جدا، وفي نفس الوقت بتكون حاجه تعليميه ليهم كويسه. طب قولي لي، ممكن نقول مثال الموضوع ده نقوله للناس؟ يعني ممكن نقول ايه
للاطفال في المواقف اللي زي دي؟ بصي هم عاملينها لعبه، عاملين لهم لعبه ان في هاند كده مثلا بتحاول، ان في ولد واقف لوحده وان في ايد عايزه تيجي تلمسه، وهي بتقول له كده، وهو الولد مامته قبل ما تنزل بتكون قايله له ان مهما كان محدش يهزر معاك بايديه مثلا، بايديك كذا بالطريقه دي في شكل ستوري. فالولاد بعد ما يخلصوها هي بتقف الدكتوره، دي دكتوره هي جت عندكم تقريبا الاسبوع اللي فات، حد محترم جدا يعني، جميله قوي طريقه تعليمها للاطفال، بتقف تعمل لهم سونجز كده ان جسمهم غالي بقى، وان دي حاجه بتاعتهم، وان محدش يتعدى على حاجه زي كده. فالولاد بقى بيغنوا معاهم، وبتفضل تسالهم لو هيقرب، فهم يقولوا الرد الفعل يعني السونج وراه. فالولاد بيكونوا مبسوطين جدا، وهي في اخر السيشن بتعمل لهم العاب وحاجات، وبتدي لهم شهادات تقدير عشان تكون ذكرى لليوم ده. مهم جدا ان احنا فعلا نوعي الاطفال بالموضوع ده، وطبعا بكل الحاجات الكتير اللي قلت عليها. قولي لي في ايه تاني غير حمايه بقى يا ماما؟ اليوم احنا عاملين يوم تاني، عاملينه حرفه، بنعلم الاطفال حرفه رسم على ازاز وموزايك وفخار. انا اصلا بعمل الحاجات دي كلها، بس انا ما كنتش حابه ان انا اكون طالعه للاطفال في كل الادوار، فجبت لهم مدرب بيعمل رسم على الازاز عشان يعلمهم. كل طفل هيخش المكان اللي هو حابب ان هو يتعلم فيه بالماتيريال بتاعته بقى قصاده، والولاد بيحبوا قوي الحاجات دي. انا كنت ممكن اخليهم جاست كالرنج لونوا وخلاص، كانوا هينبسطوا برضو، بس انا كنت حابه قوي ان هم يتعلموا ازاي يعملوها، يعني علشان بعد كده ان شاء الله لما يجوا، لا ممكن تبقى حاجه زي كده بالنسبه لحد فيهم هوايه ينميها بعد كده، يعني او ممكن تبقى يعني فعلا تبقى هوايه وتتطور ان هي ممكن تبقى دراسته. ايوه بالظبط، ممكن هو يحبها قوي ان هو ممكن بعد كده يشتغل فيها جنب دراسته واتفر، يعني اكيد هيكون مبسوطين حتى ان هم عاملين الحاجه بايديهم مش بس ملونينها. فدي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. عاملين يوم ستوري السنافر، عاملين لهم مسرحيه كبيره بالكوستيوم بديكوريشن بكل حاجه. احنا كنا عملنا لاتر ريد، فعملت لهم السنافر دلوقتي حلوه جدا. المفروض ان هي هتكون مسرحيه كده الولاد هيتفرجوا عليها، وبعد ما يخلصوا عاملين لهم شكل السنافر بحاجات بسيطه كده الولاد هيعملوها بايديهم. هيتعلموا منها بقى حاجات كتيره جدا، يعني احنا عاملين حاطين فيها كل الحاجات اللي تظبط اتيتيود الطفل في حياته. ازاي زي ايه يعني؟ مثلا وي شود تيك بيرميشن فيرست قبل ما نعمل اي حاجه، مثلا تخص حاجه مش بتاعتنا لازم ناخد بيرميشن مثلا. فالولاد هيتعلموها طول يعني كل المشاكل اللي بيقعوا فيها السنافر كانت عشان ما بيستاذنوش قبل ما بيعملوا الحاجه اللي هي مش تخصهم، اللي هو نوك ذا دور فيرست. هتلاقيهم لازم يخبطوا على الباب، الولاد كلهم هيقولوا الكلام ده حتى لو هم من مدارس عربي او من في البيت كالتشر بتاعتهم مش بيتكلموا انجلش كويس. في اللي هممني قوي في الستوري دي ان هم الولاد هيسمعوا هيتفرجوا على حاجه مبهره جدا، ومدخله لهم فيها بقى كل الحاجات اللي ممكن ينبسطوا منها يعني ان شاء الله. في تاني في الكامب؟ عاملين يوم فورم داي، جايبين فلاح وجايبين فلاح ومراته، هم فلاح ومراته بجد يعني مش ناس لابسين. هيلعبوا لعبة كده مع الأطفال إن هم عندهم ورشة عمل لازم تخلص، فالولاد هيساعدوهم، هيحلبوا معاهم بقى، هيحلبوا معاهم المعيز وهيعملوا معاهم يزرعوا، هيلموا محصول، جايب لهم القطن هم يفكوه، وهيعملوا بقى فطير وحاجات كده. فالولاد هتنبسط قوي، وهم يعرفوهم مثلا فلاح بيزرع ازاي، هيكلمهم عن ايه البوينتس مراحل عشان الزرع، فهيقولوا لهم مثلا السويل وبعدين سيدز وبعدين مش عارفه ايه. فالولاد برده هتتعلم بطريقه حلوه قوي وهتعمل بايديها، ففي كل الاحوال الولاد هتكون مبسوطه ان شاء الله قوي يعني طول الكام. وصلنا لليوم كام؟ السابع تقريبا. احنا كده يعني انا هقول لك اللي هم حاضرين معايا في ذهني دلوقتي. عاملين يوم للاطفال ان شاء الله هيتعلموا فيها ازاي مثلا لو انت عايز تعبر عن رايك، دي هتكون السايكولوجي بتاعت الطفل، تبقى مهمه قوي للبيرنت وللطفل نفسه، طرق تعبيرك عن نفسك. دي هيكون ست دكاتره هيقعدوا يتكلموا مع الاطفال عن طريق لعب هم محضرينها، جيمز كده الولاد هيلعبوها، وبعد ما يلعبوها يبتدوا ان شاء الله يعني يعملوها بقى في حياتهم، يعرفوا ازاي يعبروا عن نفسهم. لو انت متنرفز مش لازم صوتك يكون عالي، ممكن تعبر عن نفسك بطريقه تانية، لو حد اللي قصادك فهمك غلط ازاي تعبر عن نفسك، فهتبقى حلوه ان شاء الله. عاملين يوم مسابقه طبخ كبيره جدا، جايبين يعني المفروض احنا متفقين مع شيف كبير بس لسه ما مضيناش، فمش عايزه اقول اسماء،
المفروض ان هو هيعمل مسابقه طبخ على الهواء مع الاطفال. هيعمل ايه؟ هيكون هيدي لهم المنيو، الاطفال هيروحوا يشتروا من حاجه احنا عاملينها زي الماركت كده، يشتروا منها بسرعه الاكلات، وبعدين يرجعوا يشوفوا بقى الاطفال البوينت اللي هياخدوها على اساس الشيرنج، هم ازاي يساعدوا بعض، ازاي عملوا كل الحاجات المطلوبه منهم، ركزوا ازاي، جابوا الحاجات مظبوط ولا لا. ايوه الحاجات دي كلها. فالولاد برضو ان شاء الله هيكونوا مبسوطين جدا، هتكون ذكرى حلوه في حياتهم، ان هي حاجه هياخدوها بقى طول حياتهم متذاعه يعني ان شاء الله. بس دي الحاجات اللي هي واخر يوم هيكون فيه ايه؟ اهم يوم بقى. انا دول اللي متذكراهم قوي يعني، بس عشان مش معايا الفلاير بتاعنا، بس دول اللي متذكراهم عشان دول كل الحاجات دي احنا بس حلوه قوي يعني عاملاها بايدي يعني، ففاكراها قوي يعني. حاجات كتير وكلها يعني افكار مبتكره وكلها بتهم الاطفال، و وحاجات تخليهم فعلا مبسوطين ويتعلموا حاجات كتير جدا. هو كمان الاحلى كمان طريقه التنفيذ هتكون يعني اللي هو احنا مبدعين فيها قوي لاخر مرحله ممكن حاجه تتخيليها. انا كل ما حد كان بيكلمني عشان يشترك معانا في الكامب عشان يساعد الاطفال، ما كنتش بيهمني اي حاجه غير ان انا اشوف نسبه الافاده اللي الطفل هيستفادها قد ايه، وتاني حاجه الحاجه دي هتفضل معاه طول عمره ولا مجرد يوم في حياته هو جه وخلاص وهيعدي وخلاص. فكان عاجبني ان كل الناس ما شاء الله اللي كانت بتقدم لي افكار عشان تكون معانا في الكامب عشان نبتدي نشتغل عليها كانوا كلهم مبتكرين، ما فيش حاجه فيهم حاجه عاديه يعني. طب قولي لي، كل المشاركين طبعا غير الدكاتره والمهندسين كلهم مدرسين معاكي والاخصائيين اطفال، يعني كلهم فاهمين في سيكولوجيه الطفل ازاي يتعاملوا مع الاطفال؟ بصي ولا في انا المفروض واخده كورس حاجه كبيره جدا في مجال الاطفال مونتسوري يعني. احنا بعد ما خلصناه انا اخدت كل الناس اللي كانوا شاطرين جدا معايا في الكورس ده مع الاطفال يعني، انا ما يعني كله مدرب، كله مدرب بشكل كبير جدا يعني، ما فيش حد بيشتغل معايا نورمال يعني، او حد ممكن يكون موجود او مش عارف المفروض يتعامل مع الطفل في موقف معين ازاي. هو ان شاء الله هيكونوا عارفين حتى المدى البعيد حاجه زي كده هتاثر على الطفل ازاي، فدي كانت حاجه بسطاني قوي، كلهم كانوا بيشتغلوا على الاساس ده يعني. طب قولي لي، عايزين توصلوا من خلال الكامب ده في الاخر لايه؟ بصي انا عندي 3 اهداف. اول هدف يعني ان شاء الله يعني ربنا يكرمني واقدر ان انا في نهايه الكامب ده اكون قدرت ان كل طفل في كل يوم اتعلم حاجه تكفيه بقيه حياته يعني، تخليه بقيه حياته عارف ان دي حاجه اساس. اتعلم بقى مثلا حاجه بايديه عملها، اتعلم ممكن يعني، انا كان همي قوي في الموضوع ان كل طفل مامته بتقول له انا عايزاك تطلع طيار مثلا، انا عايزاك تطلع مهندس، انا عايزاك تطلع دكتور، وهو الطفل مش فاهم يعني، مش عارف يعني مش عارف يعني انا هطلع طياره هطير، مش هطلع مهندس عشان ابني عماره. انا كان هاممني جدا في الكامب ده ان الطفل يخرج من عندي عارف التولز اللي بيستخدمها كل اللي حاجه، هو اللي عارف هو عايز يبقى ايه، مش مامته عايزاه يبقى ايه بالظبط. واحنا كنا عملنا حاجه مصغره لكل يوم في الكامب ده علشان اقدر اشوف نسبه استفاده الاطفال. احنا خرجنا يعني اهم حاجه عجبتني جدا في اليوم ده ان في طفل لما سالناه هو كان عايز يطلع، احنا كنا جايبين عامل النظافه كمان في الوظايف، فلما سالناه قلنا له انت عايز تطلع ايه؟ قال انا عايز اطلع عامل نظافه. فاحنا قلنا مامته هتيجي يعني تقول لنا ازاي يعني مدخلاه حاجه زي كده في رخص يقول لي اطلع عامل نظافه. فلما سالنا الطفل قال مش مهم انا هطلع عامل، هو عامل نظافه دي مش حاجه قليله، هو زي ما احنا مخليين عامل النظافه يتكلم عن وظيفته وعن التولز اللي بيستخدمها وعن، هو قال انا لما اكبر هفتح شركه كبيره جدا تنظف مصر كلها. فاحنا عجبنا، هو طور الفكره، هو ما اخدش الموضوع بفكره ان هو اتعلم كل حاجه يعني، فهم التولز اللي بيستخدموه، حتى بقى يسال احنا وهو الراجل بيتكلم كان عمال، اكتر طفل كان بيسال هو كان عمال يقول له طيب ويعني انت بتنظف ولا في حد بيبقى معاك؟ فهو يعني يعني عمال يفكر في اخص، قال انا ممكن اكون بشتغل يعني ان انا عندي شركه كبيره وانظف مصر كلها. فانبسطنا احنا حتى صورناه يعني، فانبسطنا قوي. والدكتور ما قالش انه عايز يطلع دكتور، في واحد فيهم لما سالناه قال انا وظيفتي ان انا هبقى دكتور بيطري. فعجبنا جدا عشان هو فهم ان في كذا نوع، في دكتور عيون، في دكتور اسنان، في دكتور هو بشر. اختار ده، هو اختار، هو شايف كل الاوبشنز قدامه بس هو اللي اختار، وعارف التولز اللي بيستخدمها الدكتور البيتري الماتيريال بيشوفها قصاده، فحابب الموضوع وروح حكى لمامته. فكان عجبنا قوي الحاجات اللي في الكامب يعني. طيب قولي لي، هبه ده عمل تطوعي طبعا بمشاركه حملات ومنظمه الصحه وبعض المدربين والاخصائيين، مفيش اي حد بيدعمكم انتوا كل ده
يعني بمجهودات شخصيه والفلوس يعني بكلها مجهودات شخصيه وكل المصاريف دي؟ بصي انا اصلا مش بحب يكون معايا، مش بحب حد يدعمني ماديا عامه، علشان دي بتكون امانه كبيره قوي. لو انت هتخلي الموضوع كله تطوع فدي بتكون امانه كبيره بس جدا. انت عامله حاجات حتى كتير قوي ايوه، يعني ما احنا محتاجه دعم فلوس يعني جامد. ما احنا بنظبط على قد ما نقدر، ان بنشوف تكلفه الموضوع ان هي تكون بتكلفتها بالظبط، لكن احنا مش بيكون هدفنا مادي نهائيا. المهم ان الولاد الحاجه اللي ياخدوها تكون بتكلفتها بالظبط، من غير ما يبقى فيه اللي احنا جايبينه ده كله. الفكره في ان انت تجيبي سبونسر معاكي، هو هيكون ليه اهداف معينه، مش هتقدري تقولي له انا هدفي كذا، هو هيكون عايز حاجه معينه في الاخر، وده عامه يعني تمام. بيكون عايز هدف هو معين، لازم هدفه يعني يغطي هدفك. فانا مش يعني احنا الحمد لله مش محتاجين يعني حاجه زي كده. طب قولي لي، كل المشاركين معاكم هما اللي بيتقدموا ولا انتوا اللي بتروحوا وبتقول لهم ان احنا عندنا كامب وعايزين حد ان هو يشترك معانا؟ بصي، مدارس انا يعني اكتريتها بتكون مدارس اصلا شافت شغلنا او اتعاملت معايا في حاجات قبل كده، فبتكون عارفه عندها ثقه فينا قوي، ان هي عشان دي ريسبونسبيلتي كبيره قوي ان هم يسيبوا لكم اكيد. اطفال وحاجات زي كده. فهم بيكونوا عارفيننا، بيقولوا لاولياء الامور. يعني احنا معانا مدارس اساسيه موزعه على كل الاطفال اللي عندهم، ان في كامب هيتعمل وان الولاد يجوا يشتغلوا فيها، لان الولاد اصلا بيكونوا خلاص عرفونا وحابين التعامل معانا وكده. فدي بتكون حاجه مهمه جدا، يعني ان المدارس والحضانات احنا بنكون باعتين لها مثلا وهي بتشترك معانا. هل في فرصه لحد ان هو يتقدم لسه للكامب ولا خلاص كل العدد كمل؟ بصي، هو العدد كمل، بس احنا الفتره الجايه دي معانا كذا قناه بتدعمنا يعني، فاحنا هنعمل يومين للاطفال، يعني هنعمل كامب يعني تاني؟ هنفتح حاجه تانيه للاطفال، عشان كل اللي عايز يشترك معانا يقدر يخش على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، اسمها هبه امام كراكلين فور كيدز، اوكي. يخش عليها ويقدر ان هو يشترك معانا يعني. هبه نورتينا النهارده وبشكرك، وان شاء الله يبقوا 10 ايام يعدوا على خير والاطفال فعلا تستفيد منهم. بشكرك على وجودك معانا النهارده. ميرسي حبيبتي. مشاهدينا، قصه فقرتنا خلص كمان يومنا كله، بكره ان شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد، نهاركم دايما سعيد.